السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دكتور أحمد البحيري مدرس جراحة العظام. قلنا إن احنا هنقسم جراحة العظام إلى 4 أقسام، النهاردة هنتكلم عن القسم الأولاني وهو جراحة المفاصل الصناعية، والنهاردة عن جراحة مفصل الركبة بالتحديد. أشهر الأسباب اللي بيتم عشانه تركيب المفصل الصناعي للركبة وهو الخشونة. علاج الخشونة ينقسم إلى 3 أقسام، لا إما إنه علاج دوائي، لا إما حقن جوه الركبة، لا إما إنه علاج جراحي وهو تركيب المفصل الصناعي. اختيار العلاج الأمثل للمريض بيعتمد على الفحص الجيد للمريض والإشعاعات، وبناء عليه بنقول الطريقة الأمثل للمريض في علاجه. في عوامل كتير جدا نجاح العملية، وأهم سبب في نجاح العملية الجراحية هو التشخيص السليم. فممكن العيان يكون عنده المشكلة في مفصل الفخذ أو العمود الفقري وهي اللي مسمعة في الركبة، والعيان بعد ما يعمل العملية ما يسرحش، فمهم جدا التشخيص السليم قبل إجراء العملية الجراحية. زي ما احنا شايفين قدامنا هنا في الإشعة، عيان عنده خشونة شديدة في مفصل الركبة، في خلع جزئي بمفصل الركبة الشمال، وفي زوائد عظمية موجودة. هنشوف الإشعة بعد العملية تم إزالة الزوائد العظمية وتم إصلاح الخلع الجزئي وتم استعادة الاتزان الكامل لمفصل الركبة في الإشعة بعد العملية بعد تركيب المفصل الصناعي. وزي ما احنا شايفين في الفيديو قدامنا هنا، العيان بيمشي بالمشاية تاني يوم من العملية وبيمشي من غير المشاية بعد 2 أسبوع من العملية. لو في أي استفسارات اكتبوها في التعليقات وهرد عليها، واستنوا الفيديوهات الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.